اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم جنبنا الرياء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وكن له عوناً في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة، يا ذا الفضل والعطاء والمنة. ووفقه ونائبه وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم أنقذ
واتخذ المسجد الأقصى من براثن اليهود والمشركين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا. هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. يا إلهنا ويا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا يا الله نسألك في هذه الساعة المباركة زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا جئنا ببابك واقفين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله. يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم وعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. إلهنا وربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.